السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمتابعينا الأعزاء. من منطلق حبنا للتشكيلات، فطبعا وكالعادة عايزين نزود مع بعض تشكيلة العربيات التويست المتوفرة من خلالنا، علشان نحاول بقدر الإمكان أننا نشمل جميع الأزواج. ومن هذا المنطلق بنقدم لكم النهاردة عربية تويست جديدة اسمها تويست لاترال، 4 محركات، دفع رباعي، تحكم بجميع الاتجاهات، فيها أصوات، فيها إضاءة، معها 2 ريموت كنترول، واحد منهم ريموت ساعة والتاني ريموت جويستيك. نفتح مع بعض الكرتونة ونشوف ايه محتواها، ونركز مع بعض في فتح الكرتونة علشان فتحها ليه تكنيك معين. عشان تفتح زي الكرتونة لازم نشيل الجزء ده، لانه من غير ما تشيل الجزء ده مش هتعرف تفتح الكرتونة. بس كده فتحنا مع بعض الكرتونة، وده كل محتواها: العربية باللون الأورنج، والريموت كنترول الجويستيك، والريموت كنترول الساعة، ووصلة الشاحن اللي نقدر نشحن بيها البطارية من أي منفذ USB. طيب العربية بتجيلنا بخيارين من الألوان، معانا كمان اللون والله مش عارف ده أخضر ولا لون أزرق، يعني تحسه من ده على ده. المهم إن العربية متوفرة من خلالنا بلونين. نركن ده على جنب ونخلينا في ده، ونتكلم عن البطارية اللي بتدي لك وقت تشغيل متواصل يتخطى معاك 20 دقيقة. البطارية 500 ملي أمبير، 3.7 فولت، والريموت كنترول بيدي لك بتردد 2.4 جيجا هرتز. تقدر من الريموت تتحكم في جميع مزايا العربية اللي بتدي لك ب4 محركات، كل محرك منهم خاص بعجلة، يعني العجلات مش مرتبطة ببعض، وده بيديها إمكانية إنها تعمل التفاف 360 درجة. نفك مع بعض غطاء البطارية علشان نوصل البطارية مع بعض. وصلنا مع بعض البطارية، ونبص بصة كده على لون العربية. العربية شكلها حلو، فيها كذا لون بتدي لك مزيج كده، شكله حلو جدا. نبعد عن الشكل شوية ونشغل العربية من زرار التشغيل. هنلاقي عندنا هنا ليد موجود عند كل عجلة، يعني العربية فيها 4 ليدات بينور معانا باللون الأزرق. طيب نشغل مع بعض الريموت كنترول من زرار الباور. طيب أول ما تشغل العربية بتدي لك صوت محاكي لصوت الواقعي بتاع العربيات، إن العربية زي بنزين يعني. نشغل مع بعض كده، وطبعا كالعادة احنا مش مجبرين على الصوت ده، فنقدر نشغله او نطفيه براحتنا خالص. عندنا كمان الزرار ده بيدخل معانا العربية في وضع اوتوماتيك، العربية بتبدأ ترقص، تروح وتيجي وتتحرك براحتها. ولكن كالعادة بنقول محدش يستخدم الاسلوب ده او الطريقة دي جوه البيت، عشان وارد جدا ان العربية تتخبط منك. طيب ايه كمان من الجويستيك ده؟ تقدر تتحكم في العربية لقدام والورا، ومن الأزرار اللي على اليمين واللي على الشمال دول تقدر تعمل زحف. العربية دي من العربيات القليلة جدا اللي تقدر تعمل معاك زحف. يعني ايه زحف؟ ان العربية تتحرك بجنبها من غير ما تحود، لا هي بتمشي بجنبها شمال ويمين، ودي ميزة ال4 محركات. والميزة التانية انها تقدر تلف حوالين نفسها. العربية تجربت على أرض الواقع كانت ممتازة، والبطارية بتاعتها لما تدي لك 20 دقيقة أو أكتر وقت تشغيل متواصل، فده إن ده اللي فيدل على إن البطارية برضو ممتازة. حاجة كمان حابب أتكلم عنها في العربية دي، وهي إنها ما فيهاش وضع الأوفرود، حتة إنها تلف وتعدل زي العربيات اللي جربناها قبل كده. دي في ناس ممكن تعتبرها ميزة، وفي ناس ممكن تعتبرها عيب. لو أنت يا سيدي ابنك ربنا يبارك لك فيه بيخبط كتير في اللعب بتاعته، يبقى بلاش الألعاب اللي فيها الأجزاء دي قابلة للحركة. طيب لو هو شاجب زيادة يبقى دي أنسب حاجة ليه، لأننا ما عندناش هنا أجزاء متحركة، العربية كلها قطعة واحدة ما فيهاش أجزاء متحركة، فده بيديها صلابة عالية جدا جدا جدا، بعكس العربيات التويست التانية اللي بتكون فيها الأجزاء دي متحركة. يعني دي مناسبة لناس ودي مناسبة لناس، دي مناسبة للأطفال ودي مناسبة
لأطفال. المهم قبل ما نروح على فيديو التجربة، ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان توصلكم إشعارات بكل فيديوهاتنا الجاية، وللحجز والاستفسارات تكلمونا 7 011 17 16 25 29، وما تنسوش تتابعونا علشان تعرفوا كل جديد. ويلا بينا قبل ما نروح على فيديو التجربة نجرب الريموت الساعة زي ان شاء الله مع بعض. الريموت الساعة زي ما قلنا قبل كده في فيديو 2 و3، بس هنعتبر انك اول مرة تشوفنا او ان ده اول فيديو تشوفه لنا على اليوتيوب، فنبدأ مع بعض الموضوع من جديد. بالنسبة للريموت الساعة، اول حاجة طبعا والاكيد لازم نطفي الريموت الجويستيك، تمام كده، نرميه على جنب، بعدين بنشغل العربية، بعدين بنشيل حتة الورقة دي كده ونروح مشغلين الريموت الساعة، ونقدر طبعا نحرك العربية عن طريق حركة ايدينا شمال ويمين وقدام وورا. عندك كنترول كامل على العربية فقط عن طريق حركة ايدك. ويلا بينا دلوقتي نروح على فيديو التجربة. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى لو عجبكم ما تنسوش تشترك في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان توصلكم إشعارات بكل فيديوهاتنا الجاية. التويست لاتر المتوفر من خلالنا للبيع ومتوفر من خلالنا تشكيلة كبيرة من العربيات التويست، من العربيات اللي مش تويست. طيب لو عايزين تعرفوا أكتر كلمونا 7 011 17 16 25 29، وما تنسوش تتابعونا علشان تعرفوا كل جديد. ده كان الفيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.